بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب بخير جميعا. إحنا بحضراتكم من جديد في الحلقة رقم 8. الحلقة بتاعت النهاردة يا جماعة تحت العنوان Fixed Layout Conclusion. النهاردة يا جماعة هنختم الحديث اللي استمر لسبع حلقات عن الـ Fixed Layout Design، عن النمط الـ Fixed ده. ومعشان ما نطولش على حضراتكم الحلقة ديت خصيصا أنا مجهزها علشان نجاوب على ثلاث أسئلة على وجه التحديد. أول سؤال، إيه اللي أنا اتعلمته؟ السؤال ده المفروض نسأله لنفسينا، إيه اللي أنا اتعلمته؟ بانتهاء الليفل ده من الديزايننج يا جماعه، المفروض ان حضرتك تبقى عندك او امتلكت الكور كونسبتس بتاع شويه الكودز بتاعت ال HTML وشويه الستايلز بتاعت ال CSS، وعرفنا نحاول نوظفها في ويب بيج كامل، واستخدمنا امور متفاوته من الاكواد ديت والاستراكشر ديت علشان نكون ويب بيج تحت نمط معين من انماط التصميم اللي هو كان عباره عن الفيكسد لاي اوت ديزاين. هتسالني سؤال، تقول لي المواقع دلوقتي على فكره ما فيش حد بيشتغل فيكسد، المواقع دلوقتي ريسبونسيف، مواقع بتشتغل على التابلتس وعلى الموبايل وعلى الكلام ديت. هرجع واقول لك واكد على نفس المبدا تاني، صدقني تاني بالله العظيم، من السهل جدا اني ناخد كورس مع بعض نطلع بيه بموقع ونستخدم فيه جي كويري ونستخدم فيه جافا سكريبت ونستخدم فيه وفيه وفيه وكلام اللي بالك فيه. طيب جميل، وانصيطك ونعمل شغل جميل خالص. بعد شويه لو حصلت مشكله في الموقع او لو في عندك تساؤل، ما هو هيبقى في مشكله لان في مسافه ما بين سلمها عاليه احنا موجودين فيها وتحت منها في فراغ. فيا جماعه احنا بادئين الدبلومه ديت من الاول علشان نحاول نجمع المفاهيم ونبتدي زي ما الويب يمشي، زي ما الويب ماشي يا جماعه. اي نعم اللي ماشي في السوق دلوقتي الريسبونسيف ديزايننج، واحنا بنقول ان احنا مش هنسيب ونتكلم عن الريسبونسيف ديزايننج في الكورس ديت يا جماعه، بس احنا بنحاول نوزع اهتماماتنا بنفس التسلسل اللي كان ماشي فيه الويب. فالريسبونسيف ما ظهرش غير لما ظهرت التابلتس والسمارت فونز والكلام ديت، لكن كان اول ليفل للتصميم الفيكسد اللي هو لغايه دلوقتي في ناس بتشتغل فيكسد يا جماعه. ديت نقطة. فالمفروض ان حضرتك تكون اكتسبت من الثمان او من سبع حلقات فاتوا الكور كونسبتس اللي تقدر بيها تستخدم التاجز ديت، والمفروض نكون شلنا الجاب اللي بيبقى ما بين الاكواد وما بين تطبيق الاكواد. انا بشتغل على تصميم موقع وشغال اخد اوباسيتي وهيدر وشغال اخد مش عارف تشيلدرن واخد باخد اسامي، طيب فين الكلام ده في موقع؟ اهو ده اللي احنا بنحاول نشيل الجاب ديت. المفروض الامور كده تبقى وضحت. ادينا صممنا موقع بسيط جدا عباره عن تو كولومز واستخدمنا فيه استراتيجيات، استراتيجيه واحده بس كانت عباره عن الفيكسد لاي اوت. ده اللي المفروض تكون طلعت بيه من الكورس ده. طيب السؤال الثاني، ايه اللي جاي؟ الليفل اللي جاي يا جماعه هيكون عباره عن اللي فلويد اور ليكويد لاي اوت ديزاين، وده نمط تاني من انماط التصميم، وده هيكون مور كومبليكيتد، اكثر تعقيدا شويه من الفيكسد، لانه هيحاول يحل مجموعه مشاكل او هيحاول يحل مشكله او اكثر كانت موجوده في الفيكسد، هو تناولها وحاول يحلها بطريقته، عشان كده هتبقى الامور فيها سنه تعقيد شويه. طيب السؤال الثالث، ايه المطلوب؟ وده امر يهمني جدا 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 فوق ما انت متخيله. واحنا يا جماعه بنقول على وشك ان احنا اهو على وشك او على احنا هنسيب سلمه ونطلع على سلمه تاني، هيكون عباره عن الفلويد، واحنا في المرحله الفارقه ما بين مرحلتين، او في السلمه الفارقه ما بين مرحلتين في الفتره ديت. بقول يا جماعه انا عايز من الناس حاجه من اتنين، تمام؟ ده هيكون التاسك للناس اللي متابعاني والناس اللي اللايف. يا جماعه الكورس ديت متوجه او جزء من سلسله في دبلومه، السلسله ديت هنمشي فيها لمدى طويل. انا ما اعرفش هو عباره عن ايه بالظبط، بس عن شبه وعد ان انا مش هسيب الناس اللي شغاله معايا يعني. فانا نتمنى ان هم يكونوا موجودين دايما، وان كان كنت نتمنى ان العدد يكون كبير شويه عشان احاول على الاقل نستفيد قدر الامكان بيهم، ويبقى معايا كور كويس ممكن بيه اعمل مشروع او نعمل كلنا مشروع، نعمله مانجمنت مع بعض. لكن ان شاء الله باذن الله خير. الكورس ده للناس اللي متابعاني هم عارفين انا نقصد ايه بالظبط، الناس اللي جايه متاخره او الناس اللي شافتني متاخر. فيا جماعه الكورس ده كان لوقته، الكورس ده مسجل في شهر 2 2016، كان متوجه علشان نحاول نشتغل بيه ديزايننج او نتعلم فيه الفاندمنتالز اساسيات التصميم بالانماط المختلفه، و
اخذنا اول نمط اللي هو كان عباره عن الفيكسد. بالنسبه للمطلوب من الناس يا جماعه حاجه من اتنين، اما انها تبتدي تعمل هي تصور مقترح لموقع وتحاول ترسم الاستراكشر بتاعه على اي برنامج، سواء مش لازم ترسمه على اليوستريتور او فوتوشوب، ما ترسمهوش خالص سوفت وير، ارسمه على ورق بس. اكشولي لازم تشتغل بايدك وتحط ارقام وترسم تصور للاسيتس بتاعك وتروح تحكي لي الكلام ديت بالمهارات اللي انت اتعلمتها في كورس الاتش تي ام ال والسي اس اس. مش بطلب منك ان انت تجلد لي الموقع اللي احنا كنا شغالين عليه تيبيكالي، لا، في حاجات احنا ما اتكلمناش عنها خدناها في سي اس اس، ما اتكلمناش عنها في حاجات في اتش تي ام ال اخدناها ما اتكلمناش عنها. علشان كده الكورس ماشي على ليفلز، اول ليفل ده اخدنا شويه نقط، الليفل اللي جاي مش هناخد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه مره تاني في 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 الفيكسد، هناخد حاجات جديده ما اتكلمناش فيها علشان الليكويد ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر يعني. فحاول تستخدم الكلام ده في ان انت تبني موقع كامل. نظام اداره التعلم يا جماعه، الناس اللي متابعانا هترفع هتعمل سبمشن للتاسك ده، التاسك ده هيكون ليه وقت معين، هتعمل سبمشن عايز منك ملف مضغوط فيه الاتش تي ام ال بتاعك والاستايلات بتاعك والاسيتس لو انت كنت شغال عليها، واني افضل يعني ترفع الصور بتاعتك على ايميجر او على اي سيرفر صور بره، لو كنت هتستدعي فيديوز ترفعها على اي سيرفر فيديوز بره، ويبقى بس جاست ملفات الستايلز بتاعتك وملفات الاتش تي ام ال ده اللي احنا كنا اتكلمنا عنه لغايه دلوقتي. تمام يا جماعه، ديت نقطه ممكن الناس تخلص بيها عشان تمام، ديت حاجه يعني المطلوب يا اما تعمل كده يا اما تعمل كده، هي اول كده ديت اللي احنا اتكلمنا فيها. في كده الثانيه، الحاجه الثانيه بقى ان ممكن ناس تحاول تحاكي تصميم لموقع هي اوريدي شافته وعجبها وعايزه تحاكيه. تحاكيه يعني مش تجلده بالظبط يعني، لا لا، تجلد الاستراكشر يا جماعه. وانا هنحاول نبسط المفاهيم برضو ونقول للناس في الاول، يا ريت لو احنا كنا بنستعرض على جوجل كروم ندخل على الويب ستور بتاع كروم وندور على نكتب في الويب ستور فول بيج سكرين كابتشر ونعمل اد تو كروم لديت يا جماعه للكومبوننت ده والاكستنشنز، الاكستنشن ديت اسمها فول بيج سكرين كابتشر، نعمل لها اد تو كروم وبعدين هتعمل لك اد ومش عارف ايه. المهم يعني بعد ما تسطبها تظهر لك البتاع اللي ظهر عندي فوق ديت رمز الكاميرا. تمام، وانا هنحاول نشير للناس مجموعه من المواقع اجنبي او ما، انا ما يهمنيش، انا بنحاول نساعد الناس، انا بندي لينكات. لو حضرتك، انا مش شرط ان انت تاخد المواقع اللي انا نديها، لو حضرتك شايف موقع تاني ممكن تجلده انا ما عنديش اي مشاكل. تمام، فهنروح نعمل ايه يا جماعه؟ ولنفرض الموقع ده احنا عايزين نحاول نفهم الاستراكشر بتاعه ازاي. تمام، والموقع ده برضه بيزد على جريد يا جماعه. تمام، فنعمل ايه؟ هنروح نجيب نضغط على الاداه ديت وهي هتحاول تعمل كابتشر للموقع بالكامل، وبعد ما تخلص هتروح تديني البريفيو ده الموقع بتاعي يا جماعه. هضغط كليك يمين على الصوره واعمل لها سيف ايمج از واحفظها، ولنفرض انا عندي على سطح المكتب واعمل سيف اتحفظت. هفتح اي برنامج اديتور يا جماعه، ولنفرض انا شغال على فوتوشوب، هفتح الفوتوشوب وهسحب عليه الصوره واحطها فيه. تمام، و هيا يا جماعه احنا عايزين نوصل بالاستراكشر لشكل الموقع ده يا جماعه. انا مش بنقول نحكيه يعني نجلده ولا نكتب كل حاجه فيه، لا لا، انا مش مطلوب كده خالص والله، انا بس عايزك تفهم ايه الجريد اللي ورا منه، ايه البنيه. مش مطلوب منك محتوى، مش مطلوب منك صور، اعمل لي ديفيجنز، مش مطلوب منك نصوص، بس بطلب منك ان انت تحاول تفهم ان انا ممكن اشتغل على موقع غيري وممكن افهم الموقع ده ماشي ازاي بس. فهنحاول ندي نظره بسيطه عن المهارات اللي ممكن حضرتك تستفاد بيها من القصه دي. معايا الزاد علشان اعمل زوم لجوه يا جماعه، وانا عامل من قائمه فيو، انا عامل شو للبيكسل جريد، وعامل او مطلع الرولر بتاعتي، اهم حاجه تطلع لي الرولر بتاعك. تمام، وتنشط لي السناب. تمام، والرولر كليك يمين وخليها على البيكسل يا جماعه، كليك يمين بيكسل، شغالين بالبيكسل. هتفهم كده ده الموقع بتاعك كله، واخد سكرين شوت من الموقع بتاعنا كله، فده العرض بتاعه ادي واخد من صفر لغايه 1300 تقريبا، ده 1366 اكيد الناس خمنت ان هو مش شغال على 960 بيكسل زي ما احنا شغالين، بس اكشولي هو كنز شويه على 960 لو الناس اخدت بالها ان هو مش محمل ال 960 بيكسل، ال 1366 غير بس في السلايدر بتاعه اللي من فوق ده، لا، لكن الباقي هو اوسع شويه يعني، هو ايه شغال على تنقلات كده مختلفه.
فيا جماعه بص، هنروح نجيب الموف يا جماعه ونحاول نرسم الجريد، نرسم الجريد. مثلا انا حرف الزد وهزوم لجوه وهسحب، هجيب بالفي واسحب من الرولر يا جماعه خط على اول سلايدر، تمام؟ ومعايا حرف الزد والالت برجع سنه لتحت، جميل اوكي. بسحب بعدين خط تاني على اخر السلايدر، انا بحاول احلل الموقع بتاعي عشان افهم هو شغال ازاي. وانا طبعا انا ما يهمنيش الشكل الافقي، انا يهمني الجانب الراسي يا جماعه. انا هو ده بيتكون من ايه؟ فبالظبط كده، ده اللي يهمني. هتروح جايب المسطره ديت، اديت اول ده في اخر الحد، تمام؟ وده اخر حد من الناحيه الثانيه. ساحب المسطره على اول نقطه هنا، ومعاك الزوم بتاعك ممكن يسهل عليك حاجات كتير خالص. ادي الزد هتظبطها لي على اول حرفها، وتروح ساحب مره تانية على البار اللي في النص، مره ثالثه اديت ناخدها سنه شويه، مره ثالثه على البار اللي على الناحيه الشمال، وتروح تنزل. مثلا هتنزل تحت تلاقي ان هو شغال هنا، هو هنا كان مبتدي بالنقطه ديت، بعدين راح واخد نقطه هنا، واخد جانب هنا وهكذا، وبعدين راح واخد لي مش عارف. المهم هتحاول تحلل نفس المشهد لغايه لما تطلع من النهايه، او هتحاول تطلع بالنهايه، لان هو عباره عن، كان عباره عن ايه؟ هو عباره عن كولوم اثنين ثلاثه وهو عامل لهم ده، مش المهم تحاول تحلل الموقع ده وتفهم الاستراكشر بتاعه ماشي ازاي، وتحاول تجلد واحد زيه. مش انا مش بقول لك تجلده تصميما، لكن انت بتحاول تجلده بديفيجنز، يعني هتعمل مثلا هنا ديفيجن بس بمقاسات معينة، هنا ديفيجن بس بمقاسات معينة. يهمني بس ان انت تبقى عارف تستخدم الكلام ديت على شغل ناس تاني، ده لو الناس قررت انها تستخدم او تطبق الجريد او الكلام ديت على ديزاينز تاني. انا سعيد جدا يا جماعة باني استقبل اسئلة واستفسارات حضراتكم اللي ما حدش سألني فيها لغاية دلوقتي. بالله يا جماعة، هو في انا مش عارف، لكن طالما انا ما بتسألش مش بتفائل كويس يعني. ربنا يصبر، بحس ان في مشكلة، يا اما احنا فاهمين ممكن نعلي الليفل، يا اما احنا مش فاهمين فاحنا ممكن نوطي الليفل شويه. بس بالله يا جماعه نسال، الكورس ده متوجه ليكم انتوا، وانتوا بس على وجه الخصوص، فنحاول ننشطه ونحاول لو حد عنده مشكله يقولها يا جماعه بالله عليكم، لان ده بيز وده ستراكشر، وان شاء الله باذن الله في المستقبل انا هنطلب منكم شغل. فنحاول السوق بره يعني انت ما تعرفش، في غيرك يعرف، تمام؟ فنحاول نسال بالله، ربنا يبارك فيكم يا رب. سعيد جدا مني استقبل اسئله واستفسارات حضراتكم على الليفل دايت وعلى التوتوريال ديت وعلى اي توتوريال تاني على اي سوشيال ميديا. وما تنسون مصالح الدعاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.